مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم في ليلة جديدة من ليالي سراي. سعيدين جدا ان نكون معكم يوميا من الساعة 10 للساعة 11 مساء. اليوم طبعا ليلة مميزة من ليالي سراي، طبعا ألف مبروك لهذه القناة المميزة لحصولها على عالم المليون في اليوتيوب وأول قناة كويتية تحصل على الدرع الذهبي. ألف مبروك، ثمار 4 سنين مروا على هذه القناة نجني اليوم بتكاتف الجميع، الإيد الواحدة، ما شاء الله الصف الواحد، الحب في العمل، هذا كله جنيناه في هذه اللحظة وما هو شيء جديد على الاي تي في. شكرا لكل يد ساهمت في هذا الإنجاز، شكرا للمدير التنفيذي أحمد الفضلي أبو حمد، يعطيك العافية، أنت رب هذه القناة وإحنا كلنا يعني محتوينا مثل عيالك، وهذا اندل يدل على التعاون وحب العمل لهذه القناة. شكرا لجميع العاملين خلف الكواليس والكنترول، شكرا لجميع الزملاء والزميلات، هذا إنجاز جدا مشرف، وإن كان يخلينا نحمل المسؤولية وعاتق المسؤولية يصير أكبر على كتافنا وتستاهل الاي تي في. خلوني بالبداية أرحب أيضا في زميلاتي، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور ويا هلا فيك نورة وعليا، وأيضا أمسي على مشاهدينا ويا هلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج سراي. طبعا اكيد دائما ضيوفنا مميزين لكن كلا في مجاله. فعلا اليوم نفس ما ذكرت زميلتي، اليوم احنا فخورين وسعيدين على هذا الدرع الذهبي، وفعلا طبعا جميع القائمين في هالبرنامج، جميع القائمين في هذه القناه دليل على الحب، كلنا تيم واحد اكيد، يعطيهم العافيه، وهذه مسؤوليه اكيد كبيره علينا اصبحت اكثر واكثر، والصراحه كلهم مجتهدين ويعطيهم الف عافيه. بالفعل ريهام، اول شيء امسي على المشاهدين الكرام واقول لهم يعني مثل ما قالوا زميلاتي، هذه ثمار حصدوها التيم المتكامل في هذه القناه اللي يعملون يعني دائما بجهد واضح حتى يعني يوصلون للمشاهدين البرامج والمسلسلات وجميع ما قاعد تشوفونه على قناة الاي تي في. هذا كله بفضل جهود جبارة يقوم بها الجميع بتعاون. طبعا أيضا نرحب بضيفتنا اليوم، ضيفة مميزة وما هي غريبة على الاي تي في، معنا سيدة الأعمال بسمة سلطان. حياك الله في السراي، منورة اليوم، ويعني اكيد سعيدين بتواجدك معنا. اول شيء نبارك لكم بهالمناسبه، وانا سعيده وايد اني اليوم معكم في هالمناسبه هذه. مثل ما تفضلتي انا بنت القناه هني، وامسي على الجمهور واقول لهم الله يتقبل ما باقي من شهر الفضيل ان شاء الله. صحيح. انا سعيده اكيد وايد اليوم فيكم. اسعد والله وتقبل الله طاعتك، وان شاء الله اليوم ليله جميله جدا بتواجدك معنا. انت اليوم جائزه مع جائزه المليون او درع الذهبي خير علينا. احنا وايد مستانسين وسعيدين ان طلتك معانا بهذه السنه، يمكن كنتي في القناه قبل 3 سنين. اليوم ما راح نتكلم وايد في عالم الاعمال، اليوم بسمه المراه، بسمه في البيت، في المطبخ، برمضان، الامور اللي تحبها واللي ما تحبها. كلمينا عن روتينك الرمضاني بعيد عن الاعلام. هو روتيني مثل ما هو، يمكن وايد يمكن مجموعه كبيره من اهلي يستغربون، هذه انا اللي تنام مبكر وتقوم مبكر، ما عندي انا اسهر ولا الساعه 2 3، لا طبعا انام مبكر اي حافظه. اقوم الصبح اروح الشركه، بعدين اروح المحلات، اجتماعات، هالامور هذه كلها، بعدين ارد البيت، قران اكيد شويه اهدى، بعدين ندش عاد نشوف شنو نواقص المطبخ، الثيم، ما اكذب عليكم اقول لكم اطبخ ولكن اشرف على شنو يعني السفره، ترتيبها، هالامور هذه كلها. صحيح. سعيده بوجود كل اخواني واخواتي حولي في الحمد لله كل يوم في الشهر الفضيل هذا. الحمد لله. فبس هذا روتين اليوم خلص بعدها. بس ريهام يعني قالت شغله نوره بعد لو انتبهتوا، وقالت ما انا يعني ما انام، قصدي انام مبكر. عاده الناس برمضان يسهرون، يعني انت شلون قاعده ترتبين هالروتين انك تنامين مبكر؟ شوفي انا اول شيء ماني من اللي تتابع مسلسلات ولا هالامور، فهذا هو الروتين يخلص صلاتنا. طبعا هو شهر فضيل، هو شهر صح العباده والصلاه وهالامور، فما يمديش تقرين القران اخر الليل، انت خلاص تبين ترتاحين تنامين، خصوصا اذا انت رتبتي ما لخبطتي. بعدين الحين شايفين حضر، لا في يمعات في روحات، لا في قاعده تصب، صارت فرصه حق الانسان انه ينجز فيها وبعدين
شوفي اصحاب البزنس والشغل مضطرين ان احنا نقول نستب عشان نتابع شغل اكيد. الله يوفقك بسمه، اليوم سعيدين اول شيء لانك اكيد متواجده معنا في البرنامج، ونقول لك الحمد لله على سلامتك من فتره كنتي في العمره. يعني صراحة هذه الأجواء جميلة نفس ما ذكرتي، هو شهر رمضان شهر فضيل. الحين أنت الإشراف شكلك ممتازة على الإشراف في سفرة رمضان الحمد لله. والعادة يعني سفرة رمضان في الكويت معروفة في أطباق معينة تنحط، الحين يعني آخر سنوات نشوف ما شاء الله الناس ابتدت تسوي فناتك في الأكل، يعني في ناس تحافظ على الأكل الكويتي وفي ناس تدخل مثلاً إيطالي بعض الأكلات اللي من الشام. فأنت شنو أكثر شيء تحبيه على السفرة يكون متواجد؟ إن نقول إحنا أسوي ستايل بوفيه كل يوم، اللي يصلي يصلي ويخلص ويتفطر، والأمور ستايل بوفيه موجود، وهو الأكل الكويتي موجود، تشريبه المشابيس ولكن كل يوم يعني ستايل دولة، مثلا يوم هندي يوم تشاينا يوم إيطالي يوم حلو. نوعين لهم عشان ما يملون، ذات لما يكونون يعني في شباب وعرفت ويمعة ما شاء الله ويمعة، فبعدين انت سبحان الله قبل الفطور ما يبقى شيء ما تتشهون، ما حزت الفطور لا خلاص كل شيء، فلازم تنوعين كل يوم، فما في شيء محدد. بس ما أكيد أنت يعني حافظ على وزنك، هل انت دقيقه على سفره الفطور ان تاكلين شيء خفيف، ولا في جدول تمشين عليه في رمضان عشان ما يزيد وزنك؟ لا هو شوفي هو رياضه مهمه جدا صح، ودام انه ما في سهر واكل بالليل فانت في السليم صح، دام انه ما في الجيمات ما ادش الجيمات انا في السليم. باي ما تاكلين الجيمات ما دشش البيت، يعني لو دشت نقصه تؤخر عنها لان الشيء الوحيد اللي ما اقدر اقاومه. عاد المشكله ان رمضان يعني اكيد في ايمانيات وامور خاصه، بس هم اكله لنكهه، حتى يعني الجيمات تكفي متى ناكلها بس ما غير برمضان. ما يخالف بس انت اذا اخذتي وحده ثانية تتسرعين تتسرعين على القهوه لا يوقع، فانت شيء تقدرين. زين انا بس ما ودي اسالك، يعني الحين تلاحظين السفره الرمضانيه عامره الحمد لله بكل بيت، لكن العادات والتقاليد اللي يعني ظلينا احنا قاعد نتوارثها من جيل لجيل وقاعد نمارسها ونخلي عيالنا بعد يتعودون على هالعادات، ما تلاحظين اختلفت تغيرت هالعادات؟ صار في عادات دخيله، صار في الناس يعني خلاص الجمعه هذه ناكل وبس خلاص كل واحد يروح مكانه. لا شوفي الجمعه هذه ناكل وكل واحد يروح، يعني كل هذا بسبب الظروف اللي احنا فيها الحين الحظر، ولكن ما قبل الحظر لا تنسي العام كان حظر كلي صح، فالعوائل النهائي ما كانوا عرفتي انه يتفطرون مع بعض، وشان واحده من الناس رحت الشاليه وقعدت فيه لان لا اخوان ولا اخوات يقدرون ينيوني. فولكن السنه هذه لله الحمد والمنه يعني الله شويه سبحانه وتعالى يسرها صح، فردت العاد مره ثانيه ردوا اكثر، ترى لاحظي ان العوائل ردت متماسكه صح اكثر بالضبط، ردوا اكثر من اول. فعلا في فتره من الزمن صار الكل مشغول والدنيا تلاهي، صار يمكن الاخوين يلا يشوف اختها او الام وين تشوف ولدها، بعض بس هم صارت مشاكل بس بس الحين يعني زوج زوجة كثر المجابل ما كانوا متعودين، كانت هي يعني لاهية بالمواجيب وهو لاهي هم بمواجيبه وشغله، اليوم صار نائر ونئير على قولتهم يعني اخوانية يروح مع ربع، فالحين ماكو شغل يدش المطبخ شنو فيه شنو ما فيه، فالله يعينهم ان شاء الله. ممكن فعلا مرات في مشاكل اذا الرجل يعني اصبح متقاعد تشوفين كثرت المشاكل بين المرأة والرجل. متقاعد هذا سالفة ثانية، هذه قصة ثانية. تخيل الحين احنا في أزمة كورونا وحظر، فأكيد يعني المفروض يسوي لهم بلان عشان ما تصير المشاكل. هو شوي نفتح لهم انه يمشون فشوي يطلعون الطاقة اللي فيهم، ولو وصلوا مرحلة يدشون المطبخ يسألون انت متزوجة ولا لا، انت ايش قاعدة تطبخين، يسألون الخدم وصلوا مرحلة فشوي بلشوا يطلعون. زين يمكن قاعد نتكلم ايضا عن امور الروتين اليومي، اليوم يمكن روتينك الصبح دوام، قاعدة تقولين انك تنامين مبكر، في شيء حسيتي انه اكيد في شيء اختلف عليك كبير خلال هذه الازمة، بس ما حسيتي انه عرفتي نفسك انه في شيء جديد صار شيء ايجابي بهالازمة، اكتشفتي موهبة، اكتشفتي يعني سلوكيات؟ لا هو شوفي هو في هالأزمة هذه يمكن قل السفر، كنا ما نشوف أهلنا وايد، كان وايد أشغالنا، يعني إذا في الشهر يمكن سفرتين ثلاثة للشغل، فما كنا نشوفهم وايد، ما كنا نعرف مثلا شنو
شنو اللي حصل في العائلة، عرفت شلون؟ يمكن ما كنت أجابل شغلي في الكويت وايد، كنت أجابل اللي برا أكثر. فهذا الشيء خلاني لا أنتبه أكثر إنه الأساس على شغلك هني أكثر، الأساس هني أكثر. بعدين اللي برا انتبه حق مثلا البيت. في أول أزمة الكورونا كنت أقول توني تعرفت على بيتي. صح، الناس الأغراض والأغراض توني عرفت إني شنو فيني شنو في عادل. فيعني أكيد كثرة السفر وانشغالك وإنتي بزنس وومن أكيد هذا ياخذ وقت أكيد. لا وكان ماخذك حتى من نفسك. صحيح، ما كنت ما في وقت حق راحتك، ما في وقت حق حتى تعيدين افكار. الحين ابتدت الافكار معك ويمكن في امور ودك كنتي تغيرينها. هذه فتره فعلا ازمه بالضبط. كورونا دائما اقول فيها جانب ايجابي مو بس فيها جانب سلبي. صحيح. في بعض الاشخاص ممكن احنا فقدناها، كلنا فقدنا تقريبا بعض. صحيح. الاشخاص اللي نعرفهم من الاصدقاء، لكن ان شاء الله هي فتره وتعدي باذن الله. بس ما انت من فتره مريتي في وعكه صحيه، وللامانه محبينك والاصدقاء الكل انشغل عليك، يعني الكل قاعد يحاتي بس ما وش نقول الحمد لله على سلامتك. والحين انا اطمنكم اقول الحمد لله بسمة قدامنا ورده اليوم معنا في البرنامج ما فيها الا العافيه. طبعا في البعض قال ممكن انه كان فيك كورونا، البعض قال لا ما فيك كورونا. الحين انت شلونك يعني صحتك؟ شوفي هي جات مفاجاه، ما كان فيني شيء، وانا مثل ما تفضلتي وايد احافظ وهيلثي وامشي ورياضه وكل شيء. فالجلطه اللي جاتني سمعت كل من حولي، يعني مثل ما يعني انت صغيره بالعمر، يعني مو بس اني صغيره، يعني شوفي هي الجلطه ما تعرف تصير كبير، يعني بسم الله عليكم وبسم الله على كل متابعينا ان شاء الله. هي ما تعرف تصير كبير، ولكن وايد فسروني انا كنت توني ماخذ الجرعه الاولى، انا من الاوائل اللي اخذت الجرعه. وكان تقريبا عدى عليها اسبوعين فوايد ناس فسرت ان هذا من الجرعه، بس هو لا بالعكس، هي الجرعه حمتني الحمد لله. لله الحمد، يعني هذا العرض الصحي اللي يعني يا ما اثر على ولا شيء، لا غشاء القلب لا الصمام لا هالامور، لله الحمد والمنه. يعني هي تعابره وراحت، ولكن جات في طريقه اني من قولون الاسعاف الى من شالي الى ما وصلت المستشفى انا كنت خلاص راح اغادر الحياه، يعني بسم الله بكل امانه. يعني كانت بس لطف الله سبحانه وتعالى، دعوات اللي كان حولي الكل كان يحاكي الحمد لله. يعني انا هذا شيء وايد اثر فيني الله الحمد لله منه. يعني كنت اشوف الوطن العربي اكمله يوروني، طبعا اللي كانت ماسكه الامور هذه اختي، فتقول لي بسمه ما توقعت العالم، كنت يعني ما توقعت هالدعوات هذه اللي الحمد لله يا رب. العالم شلون تدعي الكبير والصغير حبك الله حبك خلقك الحمد لله يا رب العالمين، الف الحمد لله. الحمد لله هذه النعمة الله سبحانه وتعالى، اكيد حتى نجاحك اليوم الحمد لله. من حب الله الحمد وحب خلقه. اليوم هم بسالك، بما ان اليوم كلنا لابسينك وحده دبعة شكل ولون وتصميم، وانت يعني رايه هالمجال ولك نظرتك اليوم. انا اشوف من وجهه نظري الدراعه للحينها محتفظه ب يعني هويتها، ولكن في بعض الامور الدخيله اللي شوي طورت من دراريع السنه هذه وحتى العام، بس هالسنه في شيء يعني انا شايفه تاتش، ما ادري توافقيني ولا، القفاطين. يعني هذا انا اليوم هم لابسه قفطان شفته متصدر حيل هالسنه. لا هو شوفي هالسنه ما ادري يمكن انا عارضه الراي من العام والسنه، بلشوا البنات يبون الشيء المريح، ما في زوارات، ما في الغبقات اللي اول، ما في الروحات والردات. لا خلي عن اليومي كذي حق غبقات حق ما في يمكن لان احنا قاعدين فصار الفلو يبون البشت الناعم الخفيف. تصدقين عاد انا الحين هالسيزن كل المصممات مو مصممة واحدة ولا اثنتين يمكن خمسة كلهم قفاطين، عشان كذي انا قلت هو احنا لا ننكر ان دائما شو نقول هو اللي يتصدر القفطان، لانه هو سبحان الله يعني يطلع المرأة بطريقة ثانية مختلفة. إيه وأنا بندش، بس هو فعلا يضيف جمال إلى جمال المرأة. نعم. بس حاليا البنات ما يبون شيء المتكلف المكلف. أي. قلت أنا أبي شيء مريح، أنا يلا رح بيت أمي ولا يلا حمولتي ولا الوضع. فأبي شيء البارد اللي ما فيه وايد هاللويا وهذا. مساء اقول لكم كنت بي وكذا انا لا لا اهدي اهدي لا بس حتى اللي انت لابستها ما شاء الله بسمه. يعني انا سالتك قبل اللقاء قلت لك ان الستايل هذا الحين فعلا رائج، اللي هو البشوت الاشياء الفلو المريحه لاسباب مثل ما قلت احنا نسميه كلاسيك كاجوال. يعني خلاص تلبسين الكاجوال قطيتي شيء عطيتي القطعه صح عرفتي وانت مرتاحه. طيب. انت الحين كونك مصممه يعني ازياء ولتش بهالباع يعني من زمان، ما تشوفين ان مثلا الحين بما ان احنا بفتره الكورونا
وايد ناس مثلا وقفوا بزنس، وايد ناس خسروا بزنس، حرام. وايد ناس ازدهر بالمقابل البزنس مالهم لانه طلعوا افكار صحيح. تناسب هالفتره. يعني انت مثل ما قلتي مثلا التصاميم صارت فلو وكلاسيك كاجوال، انت شنو تشوفين فادك هالشيء؟ صممتي تصاميم تناسب هالفتره؟ شوفي خليني اقول لك شغله، هو اللي تكون في السوق لازم تتابع السوق دائما، لازم صحيح. تعرف المحيط، تعرف شنو اللي حصل، شنو اللي استجد، فتتابع شنو اللي راح يمشي، شنو اغير مسيرتي بسرعه في شنو. يمكن احنا جبنا كولكشن قفاطين من المغرب وجبنا من الهند، ترى اول ايام ما مشت لان الكل ما يبي كذي، ولكن اتجهت حق شيء ثاني اللي هو الناعم، الناعم البارد، ملابس البحر. هذه ضربت فيها صح انا صح من العام السنه لله الحمد. يعني اللي تجي تطقمين فيه كامل من ملابس البحر وهالامور، فصاروا لا البنات وايد صاروا يبون هالامور لان كلها ما ادري وين اروح. عرفتي الترنجات هالامور، حلوه سمارت ثينكينج، اي شفتي. فصرتي تبين شنو، فيبون الشيء البارد الخفيف، السوالف البحر، تقول لك انا ابي كذي، ما ابي يعني ما ابي انا وين اروح اخذ الدبابة. بالواقع صح، يعني خليك احنا اليوم قاعدين نطلع بالتلفزيون، ولكن في الواقع صح احنا وين قاعدين نروح؟ يعني كبيري بروح ازور جدتي وقاعده بروحها، ولا بروح بيت امي اتغدى عندها وارجع بيتي، لان خلق سوقة ولا في شيء بطل نروح نقعد فيه. وبعدين لا احنا نبي الاشياء الخفيفه. العام في اول ازمه الكورونا اللي حصلت على طول بطلنا احنا توصيل. حلو. اي ليه عندك تشوفين القطعه بس، ولكن لا ما تسترجع القطعه، بطلنا الاونلاين. حلو. تشوفين القطعه اللون بالسايز بالهذه موديل تلفينا لف كذي تشوفينه ونوصله لك. فلازم تشتغلين كذي، لازم تعرفين شنو يبون، لازم تريحين البنات اللي حولك يعني، والحمد لله متوفقين فيها. ولكن فعلا في مشاريع كثيره سكرت، مشاريع كثيره خسرت. يعني انا وايد يعورون قلبي والله العظيم، اقول الله يرحمهم ما شاء الله يا رب، بشغلات وايد افضل. صحيح. وان شاء الله يا رب هم ديرتنا مو مقصره معاهم اكيد ان شاء الله. وبس ما هذه ازمه عالميه، يعني مو بس الكويت تاثرت، تقريبا جميع انحاء العالم هذه ازمه عالميه. ممكن في الكويت نفس ما ذكرتي احنا اهون من باقي الدول. صحيح. الحمد لله للحين احنا في نعيم. بس ما الحين في ظل هذه ازمه كورونا وهذه ثاني سنه، وانت كمصممه ولك وجهه نظر ودائما تحضرين فاشن برا الكويت. صحيح. اكيد ممكن هالفتره انت يا شيء على بالك ودك تقدمينه، يعني في ظل فيروس كورونا في بعض المصممين العالميين استوحوا بعض الازياء عن فكرة كورونا. بالفعل. ممكن احنا كعرب كخليج ما نتقبل هذا الشيء، لكن انت كبسمة شنو ودك مثلا في هذه الأزمة في بعض التصاميم ودك تسوي؟ ريهام اكثر شيء الماسك اللي ما انا صدق ما حبيت هالشيء، انا احب الشيء الطبي، يعني اقول لهم كل شيء له شيء، اروح اسوي انا ماسك نفس الدراعه ونفس هذه، اقول لهم ماسك العروس بعد فيه شفت لك الدول ازياء عالميه يعني، والماسك مرصع بس يعني شفتي، وعلى قولتك دور ازياء عالميه وماركات عالميه سووا، بس انا ما اتقبل لان هذا شيء طبي، انا ما اظني اضر. صحيح. بس انت كونك كمصممه واكيد بالنهايه انت ودك ان اسم بس ما يكون في كل انحاء الوطن العربي ولك بصمتك، شنو ودك تقدمين؟ اكيد ربح اكيد. انا صريحه معك قلت لك اتجهت حق ملابس البحر على طول، ما اتجهت حق شيء، اي ما فكرت في هذه الامور لان هذه الامور كثير سووها. صحيح. حتى مشاغل صغيره سوتها. بس بكل صراحه في ظل هذه الازمه تشوفين ان البنات ما اهتموا في الاناقه؟ انا احس والله زادوا بالعكس، الحريم كلهم شكلهم كل مره حتى الترنينجات صاروا يختارونها وين تطلع حرتها. صح. طلع حرتها في اللبس. شوفي ما في امرأة مو جميلة، ولكن يهم شلون انت تكونين انيقه وتعرف اللبس عدل. فما في يعني هم وين بيروحون؟ ما عندهم لا راحه كانت ولا رده ولا هالامور، فتطلع تشتري هالامور وتروح لو ان شاء الله تقول بس تمشي على البحر، المهم اني انا اللي كاشفه. اليوم بعد احنا فقدنا شيء وايد، امور افتراضيه صارت في عالم الانترنت والسوشيال ميديا وهذه، مسرحيات، التجمعات، المؤتمرات، الملتقيات. بس ما ادري انت اخبر يعني منا بهذا المجال، اذا صارت عروض ازياء افتراضيه؟ لا هو ما حصلت، ما حصلت، ولكن كمؤتمرات في عن طريق زوم. يمكن رمضان العام لان كان حضر كلي فكنت استضيف وايد عن طريق اللايف. حلو. وشخصيات مهمه مثلا اول بنت كويتيه عندنا هي في الذهب سراي، فكنت استضيف الشخصيات اللي وايد تفيد المجتمع عن طريق اللايف، ما عندنا شغل. إذا ليش ما سويتوا كدور ازياء مشاركات؟ صعبه وايد، ما يصير. شوفي خليني اقول لك، البنت الخليجيه وايد ذكيه في هالامور، تحب تشوف القطعه
عينها اللي تشوفها، ملمسها اللي تشوفها، يعني تقولك اوكي هذه القطعه وايد حلوه بس ما ادري هي تناسبني ولا لا. بس هم بالمقابل بس ما يعني كثير منا قاعدين نطلب من مواقع ما تشوفها العين، إيه ومن اكونتات ما تشوفها، ما تشوفها العين. ولما يوصل هذا اللي يحطونه شكله غير عن الموقع. والله. لا والله تصيب احيانا تصيب. يعني في مواقع معروفه. ريهام تقول ولا مره صابت. والله احس نفسي انا من الناس اللي مواقفك مضروبه. لا انا اقول لك شيء، والله كل ما اختار شيء مستحيل يضبط معي، وانا من الناس احب امسك القطعه اشوف الفينشينج. اي لانه مو اي شيء يناسب، يعني الصوره دائما اي الصوره ما راح تعطيك ترى اللوك كامل، حتى الكلر يختلف بالصوره. ما ادري انا يمكن اختلف لان انا ادخل اوكي كبراند اتس اوكي اليوم انا اعرف عاد المصمم الفلاني شلون شغله، بس ما شنو تقدم غيرها شنو يقدم. انا ما انا كبراند اقول اتس اوكي، ولكن احنا كان نتكلم عن كازياءنا لا، لان حتى الصوره تعكس لك اللون مو نفس اللون اللي انت تشوفيه. ايه ممكن فليش بالعكس حالاته شوي تطلعين اللي انت فيه تشوفي. طيب بس تتعشين شوي. بس ما يعني الحين انا بنتقل لموضوع اخر. تكلمنا عن الازياء وكونش مصممه ازياء، انا ودي اتكلم عن اتجاهك لي البيع والشراء، وانت المعروفة بعالم تصميم الأزياء، شو اللي خلاك تتجهين لهالعالم؟ عالم العقار مو سهل، وكونت لك أكيد أعداء أكيد. لا شوفي هو مجال آخر. هو عالم العقار أصلاً قبل عالمي في الأزياء. من زمان صح. كنتي متخصصة. متخصصة ولكن ما أعلن عنه. صح. برافو عليك. أي كنت ما أعلن. ما أتكلم. يعني نشتري أراضي نبيع أراضي، نشتري بيوت برا، بس كان شيء شخصي ما نتكلم. لا لا كان أصلا في خط أحمر في الشركة إنه ما نطلع أي شيء برا، ولكن لأني أنا أخذت فرع من شركتنا الرئيسية، شركة إني أنا بدش في مثلا في دول أخرى كانت مرفوضة عند البوس اللي هو عمي، مرفوضة إنه إني أنا أدش في هذا المجال. عرفت شلون؟ شو اللي خلاه يرضى؟ لا أنا أخذت فرع، قال تبين في فرع خاص لك أنت يكون، ولكن مو عن طريق. فهني بديت أعلن. لما بلشت أبني هني في الكويت وبيع، بلشت أصور سناب، فالناس بلشت تعرف لا بس ما فعلًا هي في العقار. ولكن كانوا كثير من الرجال يستنكرون هذا الشيء. إن شلون هي بين العمال، هي شلون لابسة. لا لا مو بس كذي، لأن أسلوب المرأة في الإقناع أقوى من الرجل. لا وبعدين عارفة اللي يجي هالحين أي رجل معنا مثلاً هي الحين خلاص هذه أرضه ويوقع خلاص على البنيان وشي، لم لازم أنا لا أطلع لأني أنا المنجر، فأطلع عشان أوقع بس من يشوفني تصير أقول لك كفالة 3 سنين عشان ترتاح. يتخوف. لازم الكاميرا. أنا عندي يعني أسلوب المرأة في الإقناع أقوى ترى. لا ما فهمتيني، هو يعني هو يستصعبونها. عنده خوف. اي يستصعبونها ان المراه اونر، شلون بتكون هي فوق الخلطه السميد وفوق هالامور وفوق هالشيء، شلون بتكون هي كذي؟ فاضطريت اني اصور سنابات عشان يشوفون اني انا لا شوفوا هني هني اعرف هذه الخلطه لو فيها زياده ماي هني لو ما ادري شنو. فبدوا يستوعبون هذا الشيء. بس هذا ما وخرك عن عالم الازياء والفاشن، شيء كمل ثاني. هذا شيء ثاني، هذا بس ما والعقار وهالامور هذه وراثه من الوالد الله يرحمه، وكنت اتمنى اكون جزء بسيط مثله، والله الحمد لله وفقني فيها، ولكن هذا من زمان هذا الشيء. بس ولكن هالكم سنه بلشت انا اعلن عن هالامور. بالعكس الله يوفقك وفخورين فيك في كل شيء انت تختارينه، سواء كان في التصميم او في الاستثمار. طبعا سمعنا ان بسمه ودها تهاجر خارج الكويت. انزين وتبين تستثمرين برا الكويت اكثر شيء، هل هذا الكلام صحيح؟ هاجر انا بسمه لا ما اتوقع. انا سافرت 10 ايام او 5 ايام ارد والهانه وكذي قلبي يتشفق على ديرتي. شلون هاجر وين؟ ما اقدر استغنى. في بعض اصحاب طبعا اللي عندهم شوفي هي وايد بعض منهم عاش فعلا برا الكويت. لا هي هالفتره يعني اقول وين مصلحتي تكون هني انا بس. هي هالفتره وايد قاعد نسمع موضوع اني انا ابي هاجر ابي هاجر ابي هاجر، ولكن في نقاش نقول لهم تهاجر على اي اساس؟ هذه ديرتك هي اللي طلعتك. صح. اذا حصل في امور معينه فهي على كل الدول. عرفت شلون؟ ولكن يمكن هذا الكلام انقال لاني انا اخر فتره وايد اتجهت حق تركيا. اسطنبول. فالكل كان يقول في عز الازمه والركود اللي حصل شلون هي فكرت هناك؟ مو مثل ما قلتي بسمه، يعني فرص الاستثمار برا الكويت خاصه في العقار تكون انجح، وانت من النوع اللي يعني انت اون ذا بزنس فتبين تجاب لينا، فعشان كذا ممكن فكره هجرتي لك عقب. اي انا فكرت انه صار ركود هني فانا وين اتجه لازم؟
اتجه في الديار اللي بلش كل الخليجيين يحبونها. فاشتغلت يمكن عشان كذي قالوا راح اتاجر. لا بالعكس، بسمه لها اسمها داخل الكويت، وايضا الحين ما شاء الله عليك خارج الكويت. يعني هذا الشيء بالعكس، انت كونك كامراه وما شاء الله نشوف دائما في المجلات وبزنس وومن نشوف وايد لهم بصمتهم في الخليج او في الوطن العربي، وهذا شيء جدا جميل انك تركزين في عالم الاستثمار برا الكويت. الحين انا اذا مثلا بسالك يعني بسمع عن تركيا، الحين تركيا مثلا الكل وده يستثمر، البعض يختار اماكن حلوه، البعض يختار ممكن اماكن رخيصه، انت كبسمه شنو تنصحين اللي بيستثمر برا الكويت؟ شوفي انا قلت بكل امانه كنت اتكلم معهم في السناب دايركت وانا في اسطنبول، كنت اقول صريحه ما شاء الله عليك. صريحه اقول لهم شوفوا انا اقدر ابيعكم الحين مثلا نقول سين من العقار ب 15000، ولكن هذا في منطقه فيها مشاكل، فيها على قولتهم مصايب، فيها هالامور ما فيها امان. فانا ما اقدر ابيعكم هذا الشيء، هذا الشيء مو عندي انا، ما راح تلاقونه. فاصور لهم المجمع كله، وحتى صورت لهم انا وين اخذت، يعني إيه لهالدرجه قلت لهم ترى انا اخذت في هذا المكان، هذا المكان كذي وهذا قيمته وكذي، وانا اجيب لكم كذي ولكم حتى التسجيل كذي. فيعني وايد صريحه معاهم، فعشان كذي الناس وايد حبت، انصحهم بكل امانه. الناس دائما لما تشوفك انت بنفسك قاعد تشرفين وانت بنفسك قاعد تخوضين التجربه راح يكون شيء مقنع زياده، وبالعكس يكون في هذا المصداقيه ان انا اثق في هالشخص اني انا مثلا اخذ الاونر قاعد يطلع. يعني كان دائما يقولوا لي ليش ما تطلعين من الستاف اللي عندك، اقول لهم ما ارتاح صدق بامانه، ترى احس كذي يعني عارفه اللي مو مطمئنه، لا عيني تشوف اذوني تسمع اشوف بعيني هذا غلط هذا صح. دقيقه جدا اي، لان انت شيء بتدشين فيه بامانه اكيد، يعني في بيزات بتستلمين مسؤوليه كبيره. حتى اسمك هذا اللي صار لك كم سنه في السوق، يعني اكثر من 13 14 سنه نقول في السوق، ما ودك انه في لحظه شيء تخرب عليك، حرام. صح اكيد، وانت اثبتي اسمك وحطيتي توقيعك وبصمتك في رياده الاعمال وعالم الاعمال سواء في التصاميم او في العقارات، اسمك اليوم فخر لكل بنت تذكره، خير من يمثل البنت الكويتيه. بس ما احنا جدا سعيدين انك معنا في هذا اللقاء الحلو، حبينا الحوار معك، الله يعطيك العافيه وتنورينا، وان شاء الله في قلبك وتردين تكونين معنا. الاعلام شوفوا انا وايد حبيته وحبيت، واني بالعكس ما قصروا معي في كل شيء، بس ولكن لان بزنس الثاني فاخذني وايد الاعلام من شغلي. ان شاء الله يعني متعدده المواهب. صح حبيبتي، البركه دايمكم تبارك الرحمن، مو مقصرين. الله عليكم بسمه، تستاهلين كل شيء حلو في الدنيا. انسانه يعني مثابره، انسانه دائما تشتغل على نفسها، الله يوفقك في كل مكان انت تروحين له. فعلا نفس ما ذكرت زميلتي نوره، انت يعني فخورين فيك والله يوفقك يا رب. واحنا اليوم انت اليوم طلعت جميله ونفس الورد، احنا حابين نهديك هالورد الحلو. يا بختي تستاهلين بسمه. شكرا، مقدمه. شكرا 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 شكرا، سراي عليك بالعافيه، تستاهلين يا بختي. وان شاء الله احنا بختم تواجدك معنا اليوم، وان شاء الله يا رب نلتقي فيك باذن الله ونشوف اخر اعمالك بعد ان شاء الله هالامور ما تستغرب. تستاهلين، مشكورين وايد. شكراً. واستمتعت وايد معكم، ما حسيت بالوقت الامانه، حسيت بين خواتي. والله يوفقك كم ان شاء الله، وان شاء الله الزياره الجايه على المليونين والمليون. ان شاء الله الله يسوي خير علينا. كل شيء وصلنا معاكم لختام الفقره الاولى، ما زالت ان شاء الله زميلتنا ريهام راح تستكمل معاكم الفقره الثانيه مع زميلنا الدكتور طالب شريف، لا تبعدون.